هاد الارض ديالنا شارينا من السبعينات 89 رحلونا تحت تهديد، خاف علينا الوالد. علاش؟ العمالة، باش ما باقيش يتلاقى مع داك الولد، باش ما الولد كيعطيه كيهضر. حنا شرفه دابا ضيعونا هنا، وضيعونا في الولجة، وضيعونا بطانة، وضيعونا في دمنات، مؤامرة علينا هنا. علاش كنحبو سيدنا وحنا مع سيدنا؟ والبلاد غتقوى وغتزيان، ما بغاوش يخلصونا فيها، ما بغاوش يخليونا. هما داروا معنا في 89 قال لك غديروا فيها شي مشروع سياحي، ما بغاوش، ما بغاوش يديروا معنا حتى شي حاجه. ها ما خلينا، ما درنا شكايات، ما خلينا، ما بغاوش يحلوا اي باب كنحلوه كيسدوه. هزينا البورغراك هنا، بورغراك هنا، بورغراك هنا هي اللي خدعتنا، ما خلاتناش نبيعوا الارض. عطاونا 1.5 مليون الارض، دابا ولا عاطينا 5000 ديال 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 الولجه، وهما هنا داوهن. الطالب ديالنا سيدنا يدخل هاد العائله، راه كنعيشوا الرعب، الرعب كاين. شو ساكنين هنا؟ شو ساكنين هنا؟ حنا ساكنين من السبعينات حتى 89، كانت هنا جوج طبقات في جوج ديور هنا، كاينين من ناس اخرين ريبوا كل شيء، صيفطونا ما كاين والو. سميتي الدليل مينا ياك، وكنهضر على هاد الارض ديال با الله يرحمه الدليل عبد القادر اللي كتواجد في سيدي بوزدره اللي كتسمى بطريق قنيطره انفاس بورغراك ياك. في 79 بحال هكاك، في 89 جا عندنا العام اللي كان في ذاك الوقت سلا، قال لك اودي راه غيكون شوطيرات هنا وداك الشيء، خصكم تحيدوا. طلعوا شافوا الدار، شافوا كل شيء، عاودوا لنا المباني حيت كانت متيطره محافظه. قال لي الارض راه كتبقى ديالكم، بيعوها. مني جابوا الكراك لهنايا، مني جينا سولنا على الارض لقينا فيها نزع الملكيه. قال لك فيها نزع الملكيه، قلت له عطينا نحيدوا نزع الملكيه، ولا عطينا شي تعويض، ولا عطينا شي حاجه. قال لك ماشي من حقنا، خصكم تمشيو لشمانديفير. قلت له اعطيني شي ورقه باش نمشي عند شمانديفير. قال لك ما نقدرش نعطيك الورقه. المهم الجهل، ما عطاونا حتى سيره الخيط. حتى لهذا الاخر هذا قول شي شهرين دابا، اللي قالوا لك اودي جيبوا لنا شهاده الملكيه باش نرفعوا لكم اليد ديال الحج على الارض ديال سيدي بوزره. هادشي اللي كاين. ضعنا في هذه، زيد على الولجه، زيد على المقازات ياك، زيد على الارض بطانه 400 متر، زيد على بزاف ديال الحوايج. هذوك هما اللي كانوا المصدر ديال الحياه ديالنا، هذوك هما اللي كانوا القوه ديالنا، هذوك هما اللي كانوا العمود الفقري ديال العائله كامله. كنطالبوا من سيدنا، من المسؤولين اللي مسؤولين على هذه الارض هذه، يطلقونا يعوضوها لينا، ولا يعطيونا شي حاجه باش نبنيوها ولا نديروا فيها شي حاجه. ما تبقاش هكا خاويه وحنا محتاجين بها. عندنا واحد المشكل ديال هذه الارض هذه، فيها تقريبا شي 400، فيها شي 400 متر كانت ديال الجدود جدودنا باش يعوضوهم هنا، ما عوضوناش. دابا داوها لنا، باغيين يديوها لنا. هي 400 متر من داك القنت، داك القنت اللي لهيه. شحال متر تقريبا؟ راه فيها تقريبا شي 400 وشي حاجه اللي فيها ديال الارض. كان ديك الساعه الوالد الله يرحمه ويكثر خيره، كان ديك الساعه هنايا، كانت السكنه هنايا، كنا ساكنين مجموعين عائله قدا قداش. عطاونا تحولنا ديك الساعه العامل اللي تيقول الوالد، عطاونا في حي السلام، وبقات الارض ديالنا هنا. قلنا اللي بغينا نبيعو، ما خلوناش نبيعو، عطيونا نديرو فيها شي مشروع، ما خلاوناش. اليوم غدا، اليوم غدا، بعدو هذا العام، العام الجاي، العام الجاي، الارض راه داوها لنا. حنا تنطالبوا بسيدنا والناس المسؤولين يدخلوا لنا في هذا الملف هذا ديال هذه الارض هذه. راه ماشي غير هذه الارض هذه، راه كاينه حتى واحد الارض في بطانه، راه دابا شي 8 سنين و9 سنين في المحكمه. وربحناها، وباش يعطونا الارض؟ ربحناها، ربحناها. حكم في المحكمة الاستئناف وفي النقد ورجعات لنا، ما بغاوش يعطونا الارض دي. ما فهمتش انا، واش هاد الناس ما تيحملوناش ولا ما عرفنا شنو، ما عرفنا شنو دايرين اليوم؟ حنا شنو دايرين لهاد الارض هادي؟ شنو دايرين ليها؟ حنا تنطالبوا بجلالة، حنا التراب ديال سيدنا، حنا الطرف بجلالة الملك الله يكثر خيره. راه كان ديك الساعة باش كانت الارض هنا باقي ما تزداش، حنا تيعاودوا لنا جدودنا، كان سيدنا الله ينصرو تيدوز من هنا وتيوقف على الخوال، على خوالي تيوقف عليهم، باقي صغير اللي كانوا تيقولوا لنا والدينا. والي العاد جلالة الملك الله يكثر خيره كان تيدوز من هنا ديال طريقه، وكان تيخرجوا مولين الدار ديك الساعة وتيبيعوا ليه وتيوقف عادي، قسما بالله العلي العظيم. ودابا تنتفاجئوا دابا بهاد الأرض هادي بغا يدوها لنا هكاك، بان ديالنا يعوضونا كيما عوضوا ناس وحدين أخرين، يعوضونا في هاد الأرض هادي ما فيها حتى شي مشكل، يعوضونا. راه عائلة هنايا، راه 26 واحد و27 واحد غطيع. حنا تنطالبوا بالناس المسؤولين وسيدنا
يشوفوا لنا من حال من الارض هذه ومن العائلات، راه وصا غضي هنا وبالعرض ديالنا جدودنا كلاو العصا هنا ووالدينا. الوالد مسكين الله يرحمه، الوالده جدي كلاو العصا على هذه الارض هذه باش وفروها، ودابا مابغاوش يعطونا الارض ديالنا، ما عطونا نبيعوا، ما عطونا حتى شي حاجه. حنا تنطالبوا من الناس المسؤولين والناس ديال سيد الوالي وسيدنا الله ينصرو، الله ينصرو ويخليه لينا ويشافيه، ومولاي الحسن والبني واخته والعائله ديالو الاسره العلويه الله ينصرهم ويخليهم لنا. الناس راه هاد الناس هادو راه باغيين يدمروا هاد البلاد هادي. حنا تنطالبوا بسيدنا الله يجزيه بخير يشوف من حالنا، راه سيدنا راه تيتقاتل، راه الحمد لله سيدنا ملي تيشوف الشباب جاي في الخير راه تيقول الحمد لله، راه مولاي الحسن راه جاي مع الشباب تبارك الله. هاد الناس هادو راه تيحيدوا لنا مرزقه، هكاك هو واقف هو حي، تحيدوا لنا الارض هنا، باغيين يحيدوا لنا بطانه، باغيين يحيدوا، ما فهمناش. تنطالبوا بالناس المسؤولين الله يجزيكم بخير. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.